الله وحده من اللغات ديال لاكار. اجوردي الحمد لله العربيه حتى هي ولات لون دي لونغ دو لاكار. سكيفي اللي ما كيعرفش فرنسيه ما عندوش مشكل بالعربيه. حنا اجوردي كنعطيو دروس بالعربيه الدارجه كاع بارفور. وهو كيكتب اسامانيه لانه ليسونسييل عندنا حنا في التدريب هو الانسان يفهم. والحديث على واحد من ابناء هذا الوطن شغوف بالرياضه وبكره القدم من الحي الى مجموعه من الانديه، ولكن كانت عنده محطات هي التي بصمت مساره. ما ننساوش على انه من اللاعبين الذين اختاروا ان يلعبوا في الصحراء وفي العيون. جمال الحضور ديالك هنايا بالنسبه للتكوين والبرنامج اللي كان عندك اليوم. اولا محظور لانه اليوم شاركت في هذه الندوه هذه مع الطلاب ديال المعهد العالي للصحافه والتواصل. كنعتقد انه شيء ايجابي لانه كان ملزوم اننا نقوم بتعريف العمل اللي كتقوم به الاداره التقنيه وخاصه في مجال التكوين. هذا التواصل هذا غيخلي العديد من هاد الطلاب يجاوبوا على بعض التساؤلات. اليوم عطيناهم تو لي زيليمون باش يجاوبوا. كنعتقد انه جاوبنا على التساؤل ديالهم. المداخله كانت شموليه، طرقنا لجميع الجوانب بما فيها لو كونتوني دو فورماسيون، الكورسوس اللي هو الباركور ديال لا فورماسيون، لا كاليتي ديال المؤطرين، لا لوجيستيك والامتيازات اللي عندنا. اللي عندنا امتيازات وعندنا ظروف عمل احترافيه. بهذه المناسبه كنشكر السيد رئيس الجامعه اللي وضعنا في هذه الظروف هذه وكيساعدنا باش نؤديو المهمه ديالنا على احسن وجه. مشكورين الناس ديال المعهد لانه هذه فرصه باش نعرفوا بهذا العمل هذا وباش نتلاقاو مع الطلاب هذو لانهما الصحفيين ديال المستقبل. وبهذه المناسبه كنتمنى لهم مسار موفق وان شاء الله يكونوا جمال في لاكوب دي موند ديال 2030. لي زانفيتي اللي كانوا كاينين هو شيء مفاجئ انكم عرضتوا على الناس بزاف صحابي. كنشكرهم على الكلمه الطيبه اللي قالوا في الحق ديالي. كاين اللي انا ما دين ليه لانه كاين الناس اللي رباوني هنا. اخص بالذكر الحاج حانات اللي عشت معاه حقبه كبيره من المشوار ديالي، اضافه الى عدد كبير ديال الصحفيين اللي عشرتهم من اللي كنت مؤطر في الرجاء ومن اللي كنت لعاب. يعني انا مسرور اليوم لانه مده هذه ما شفتهمش. شفتهم في صحه طيبه وتلاقيت معهم على اساس اننا نعاود ونحيو صله الرحيم. يسمحوا لي لانه انا بين الدار البيضاء والرباط ما كنكونش بزاف في الدار البيضاء. ان شاء الله غادي يتاح لي الفرصه باش ندو نتلاقاو عاوتاني لانه ما يمكنش ننسى الناس اللي عشت معاهم فتره كبيره من الحياه ديالك. شكرا لكم.